سلام من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام محمد صاحب الدين الحنيف الذي جاء به إلينا لنتعلم أمور حياتنا. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عندما ظلم أصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. لماذا أمرهم بالهجرة إلى الحبشة؟ قال إن هناك ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فنحن كمسلمين جئنا إلى هذه البلاد لكي نتخلص من هذا الظلم، من هذا النظام المجرم الذي لم يدع شيئا إلا ودمره، دمر الحجر والبشر وكل شيء. والعالم يعرف، على مرمى العالم والعالم تعرف ماذا حصل في سوريا من دمار وتشريد وقتل وكيماوي. نحن جئنا إلى هنا من أجل ماذا؟ أجل حماية أرواحنا وعوائلنا وأنفسنا. جئنا لنطلب الأمان، لسنا جئنا لأي شيء. والسوري معروف به على مر العصور أنه رجل فعال في المجتمع، لا يقعد على أي مجتمع كان، يعمل بجد واجتهاد، فهو رجل خارق. وكل العالم يعرف ماذا يفعل السوري وماذا عمل السوري في المجتمعات الأوروبية. نحن هنا لا نطلب المستحيل، نحن نطلب فقط إحضار عائلاتنا إلى هنا لكي نستطيع أن نبني مجتمعا. نحن جئنا إليه لكي نعمل بجد واجتهاد كما أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نتقي شيئا غير ذلك. نحن عندما نريد أن يعطينا القاضي إقامة 3 سنوات أو ينطينا لم شمل إلى هذه السنة، خل يعطينا السنة ونلمش مع عائلتنا، لأن الله يعلم ماذا حصل فيهم. أنا بالنسبة لي 3 سنوات مغادر بلدي سوريا، عائلتي الله يعلم ماذا فيها من أمراض وحالات نفسية. نحن حتى نفسنا نحن انعكس علينا، نحن كلاجئين. طيب أنت تريد مني أن أتعلم اللغة الألمانية وأندمج في المجتمع، كيف أندمج في المجتمع وعائلتي تعاني من القهر والظلم الموجود في سوريا في مختلف المناطق؟ أنا لا أتحدث فقط عن منطقتي، في كل مناطق سورية. أنا عندما تعطيني أملا في الحياة فأنا أبدع، لا أخشى شيئا في هذه الحياة، أبدع. والسوري معروف على مر العصور أنه إنسان مبدع ولا يعرف المستحيل، مستعد أن ينحت صخرة ويجعل منها شيء رائع جدا، تحفة حضارية.